السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني في الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لي مع هذه الآية قصص وقصص وحكايات، يعني مع إخواني من زمان كثير من المواقف مرت، كان يحصل ضيق أو تضييق أو أي شيء من الأشياء اللي ظاهريا بتوقف مسيرة الدعوة، فسبحان الله فيحزن يعني الإخوة ويتضايقوا ويحزنوا ويكتئبوا، فقولوا يا إخواني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو الله سبحانه وتعالى هو اللي فتح للدعوة الأبواب ما حدش يقدر يقفلها، ولا تغلق أبواب الدعوة إلا بذنوبنا. سيدنا خباب إخواني في الفترة اللي كانت من 3 هجرية ل5 هجرية من أسوأ أو من أصعب الفترات اللي مرت على الدعوة الإسلامية في تاريخها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب لما أسر وعلق، خبيب أقصد، أسر وعلق في التنعيم على نخلة وظلوا يضربوا بالسهام، ثم قالوا له ودمه يسيل أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك عليه الصلاة والسلام؟ فقال والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكوا بشوكة. الفكر ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قوم به الأمة وأنقذ به الأمة وعد به الإسلام من هذا المضيق الخطير اللي كان ما بين أحد وما بين الأحزاب. ما أحب أني في أهلي ومالي والمسجد الأقصى يشاك بشوكة، ما أحب أني في أهلي ومالي وحد من شيوخنا يشاك بشوكة، ما أحب أني في أهلي ومالي وأي أي جزء من أراضي الإسلام بغداد أو غزة أو جنوب السودان يشاك بشوكة. هو ده الفكر بتاع الصادقين يا إخواني في الله. يعني إحنا طبعا يعني فجعنا جميعا بالأمس بغلق يعني 3 قنوات أو 4 قنوات من القنوات الإسلامية اللي كانت منابر للنور في الدنيا بل في العالم أجمع، لأن يعني سبحان الله العظيم كانت منابر للنور في الدنيا كلها وفي العالم أجمع، ولكن يعني سبحان الله العظيم يعني هذا الدرس وهذه في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى كان المنتظر أن الدكتور محمد علي يعني أخي وحبيبي في الله هو اللي هيعطيه، بسبب أننا إن شاء الله هعمل منظر على الأحبال الصوتية بكرة بإذن الله وخلاص، يعني عم أشوف بس موضوع أزمة الصوت بالنسبة لي، ربنا يشفينا ويعافينا جميعا يا رب إنه ولي ذلك والقدر علي. ولكن لما حدثت هذه الأزمة فيعني اتفقنا مع بعض إن احنا نعطي هذا الدرس مع بعض بإذن الله، ودكتور محمد طبعا غير عن التعريف لأن مش أنا اللي أقدمه، لأن الدرس ده أصلا درسه وجزاه الله خيرا، آثرني على نفسه جزاه الله خيرا وتطوع باليوم بتاع الدرس بتاعه، يعني لما بدأنا بقى من حوالي 5 شهور كده بفضل ومن الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله خيرا. ويعني هنتحدث الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن ايه الحاجات اللي لازم نتعلمها من هذه الأزمة، ايه الدور بتاعنا في هذه الأزمة. ويبتدئ الكلام أخي دكتور محمد علي، جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فزي ما سمعنا من فضيلة الدكتور حازم أن الأمة اليوم تمر بأزمات تلو أزمات. احنا تكلمنا في الكلام ده أظن من عدة أسابيع لما برضو كان فضيلة الدكتور حازم اعتذر وجيت مكانه، وقلنا أنه لا يمر يوم تقريبا لا يمر يوم دون أن تأتي أزمة على المسلمين، دون أن يفتن المسلمون فتنة في دينهم، أزمات على كل الأصعدة وعلى كل المستويات وفتن. والحقيقة لما كنا بنفكر النهاردة في موضوع الفتن التي تمر بالأمة وآخرها زي ما سمعنا الفتنة الشديدة والمصاب الذي لا نملك إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، فأن يغلق منبر من منابر الدعوة ومشعل من مشاعل النور،
أن هذا يعني أن يحدث هذا الأمر ونحن ننظر، فإن ذلك مما يحزن له القلب. لكن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فعايزين نسأل أنفسنا إذا هذه الأزمات إيه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى حال الفتن، وزي ما قلت لكم المرء لما ينظر الآن إلى حال هذه الفتن المتتالية التي يبتلى بها المسلمون شرقا وغربا داخلا وخارجا، الإنسان بيتذكر في مثل هذه الأيام أن باب الفتن كان مغلقا من تقريبا 1407 سنة أو 1408 سنة. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. كلنا عارفين حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يصيبه. كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، يسأله عن الفتن، إيه لا يحصل من الفتن في آخر الزمان، ومن هم أسباب هذه الفتن، ومن هم المنافقون. حتى كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم جميع أسماء المنافقين. فجاءه عمر، جل سيدنا حذيفة، فقال له: حدثني عن الفتن. هو عارف أن سيدنا حذيفة يعلم أخبار الفتن، قال له: حدثني عن الفتن. فقال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، وما لك أنت وللفتن؟ فما لك بالفتن؟ إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب. كان هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان درءا للأمة من الفتن، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا سببا واحدا من أسباب درء العذاب: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عمر يسأل، فقال له حذيفة: إن بينك وبين الفتن بابا. فقال عمر: أو يكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه: بل يكسر. فقال عمر: إذا فلا يغلق بعدها. حاجة اللي بتتكسر ما بتتصلحش. وقد كان كسر الباب وقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مثل هذه الأيام التي نحن فيها. العلماء يقولوا أنه مات في آخر العام الهجري، آخر العام الهجري اللي احنا فيه دلوقتي، ذي القعدة وذي الحجة. مطلوب فصيل الدم إيه سالب، مطلوب فصيل الدم إيه سالب. ففي آخر العام الهجري قتل عمر بن الخطاب زي ما تعلموا على يد أبي لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق. وأنا أتذكر بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأت الفتن. بعدها زي ما انتم عارفين قتل عثمان بن عفان وبدأت فتنة الخوارج، وبعدها بدأت فتنة التشيع، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. واستمرت الفتن أعوام طويلة على الأمة. لكن مع ذلك أنا جاي لنادي أقول، اتفقتنا ودكتور حازم نحن مش جايين نحبط، ونحن مع كل الضربات التي تصاب بها الأمة زي ما قلنا لو قعدنا نتذكرها فعلا الإنسان ممكن يحس بإحباط. أنا أذكر أن أنا امبارح لما سمعت الخبر بتاع غلق قناة الناس وقناة الحافظ وقناة الخليجية، أسأل الله عز وجل أن يردهم سالمين وأن يستعملنا وإياهم في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى سبيله بالموعظة الحسنة والحكمة. أنا أقول أن هذا الأمر أنا حسيت فعلا بمعنى الوهم اللي قرأناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حسيتها لأول وهلة. حسيت أن أنا دخت وقعدت وحسيت خلاص، طب وبعدين هنعمل إيه ولا إيه؟ وهنواجه إيه ولا إيه؟ قبلها بكم يوم حملة شعواء، حملة شديدة على المتدينين وعلى الدعاة وعلى القنوات الإسلامية، بحيث أن يشوف الحملة دي يحس أن احنا أعداء هذا الوطن، يحس أن الملتزمين والدعاء إلى الله عز وجل والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة هم دول أعداء الوطن، وهم دول اللي بيقوضوا السلام الاجتماعي وبيثيروا الفتنة الطائفية. كلام صعب وكلام شديد. هم دول اللي بيتاجروا في الدين، هم دول اللي بيجيلهم ايه؟ بيجيلهم الريالات. ولا عمرنا شفنا ريالات، ولا عايزين نشوفها، ولا نريد الا وجه الله عز وجل بهذه الدعوه. لكن تلاقي حمله شديده وبرامج وراء برامج وقبلها مسلسلات في رمضان كلها بتظهر الدعاء الى الله عز وجل، والذين يامرون بدين الله سبحانه وتعالى ويحملون الحق على رؤوسهم ويبلغونه للناس
على أنهم ثلة من المتاجرين، على أنهم ثلة من المتاجرين بالدين الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين هم يثيرون الفتن ويريدون إشعال هذا البلد أو إشعال هذه البلاد الإسلامية. والله الذي لا إله غيره، وأنا أقولها من هذا المكان، والله عز وجل شهيد على ما نقول، إن أحرص الناس، أحرص الناس على أمن هذه البلاد وعلى استقرار هذه البلاد وأبعد الناس عن إثارة الفتن، بل هم من يئدوها، هم الدعاة إلى الله عز وجل. هذا الكلام ليس كلامي، بل هو كلام الله عز وجل الذي ابتعث هذه الأمة وجعل خيريتها في الدعوة إلى الله، فقال كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه كنا خير أمة؟ عشان كنا متقدمين في الفنون والآداب والأشعار والتكنولوجيا حتى. هل كنا لذلك خير أمة؟ وإن كانت هذه الأمور لا نقول أنها ليست أمورا حسنة، لكن هل كانت الأمة فيها الخيرية بسبب هذه الأمور؟ أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا هو حال المؤمنين، حال المؤمنين الذين حينما يجادلون خصومهم ويجادلون مخالفيهم لا يجادلونهم إلا بالحسنى. عايزين نتعلم يا شباب، عايزين نتعلم المسألة دي. احنا لا نعادي أحد ولا نثير الفتنة على أحد، عايزين نعرف ديننا. هذه الأزمة ممكن تكون من فوائدها ان احنا نظهر هذا الكلام الآن، نظهر أننا مع ألد أعدائنا ومع أشق خصومنا ومع أشدهم علينا نريد لهم الهداية، نريد لهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل. المولى سبحانه وتعالى لما تكلم عن طائفة من المنافقين في سورة النساء قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء سلة من المنافقين، الله عز وجل قال عنهم أن النبي إذا دعاهم لله وللسنة وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مع أنهم بيصدوا عن سبيل الله، ومع أن الله عز وجل قال عنهم أنهم منافقين. لكن مولى سبحانه وتعالى لما أمرنا نتعامل مع هؤلاء قال لنا إيه؟ قال الله عز وجل فأعرض عنهم وعزهم. العزة دي بتكون لمين؟ بتكون للعدو؟ بتكون للعدو؟ هنا في هذه الآية هي العدو يصد عن سبيل الله. ليه؟ لأن هذا العدو أنت تريد له أن يدخل في الدين، أنت تريد له أن يعرف الحق، أنت تريد له أن يهتدي بهدى الله عز وجل. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والمولى عز وجل هو الذي أوصى أهل العلم وهم يمتثلون لهذه الوصية، فقال لهم سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى مين اللي بيثير فتن؟ المسلمين اللي بيثير فتن الدعاء، اللي لما دينهم بيتشتم، اللي لما دينهم بيقال عنه أنه محرف وأن كتابهم محرف، يطلعوا يقولوا يا جماعة لا كتابنا مش محرف والدليل كذا وكذا، القرآن جمع بهذه الطريقة، عثمان بن عفان ما حولوش من شفوي لتحريري، عثمان بن عفان جمع قرآن محفوظ في الصدور ومكتوب لم يأتي بجديد. لما حد يجي يقول لنا هذا الكلام نجادله بالحسنى ونعلمه، يبقى كده بنصير فتن. لما يقول أن كتاب الله عز وجل قال بموت المسيح وبصلبه ونقول لا، الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ونعلم الناس ونرد على شبهات تثار على ديننا، يبقى كده بنثير الفتنة. أبدا يا إخواني، نريد أن نتعلم من هذه الأزمة أننا مهما قيل عنا ومهما حاولوا أن يسوئوا سمعتنا وأن يوحوا للناس أن المسلمين وأن الدعاة إلى الله عز وجل وأن حملة هذا الدين مثير فتن ومثير شغب، نقول لهم أبدا والله ولنصبرن على ما آذيتمونا، والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا. كل فتنة لازم المسلم يسأل نفسه سؤالين، لازم المسلم يسأل نفسه سؤالين رئيسيين. الله عز وجل بعد كل أزمة
كل أزمة مرت بالأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ما علمنا الله بعد كل فتنة وكل أزمة إن احنا نعرف حاجتين رئيسيتين، نعتقد إيه في هذه الهزمة في هذه الأزمة في هذه الفتنة. لازم المسلم يكون له عقيدة أمام أي فتنة بتحدث، لازم يكون له رؤية. مش للأسف زي كثير من الإخوة بتسارع إلى السب أو إلى الشتم أو بتحبط أو بتمتكف أو بتبتعد عن الطريق. لو أن عنده عقيدة ثابتة ورؤية صحيحة سليمة بأدلة من الكتاب والسنة أمام أي مشكلة بتعرض لهذه الأمة، والله الذي لا إله غيره ليكون أثبت الناس. لكن أولا يعرف ماذا يعتقد أمام الفتنة، وثانيا يعرف ماذا يعمل. يبقى عقيدة وعمل. كل مشكلة مرت بالأمة، لو جينا نمشي كده ونمر مرور سريع على الفتن التي أصابت هذه الأمة والمشاكل والابتلاءات العظيمة التي مرت بهذه الأمة، لا بد أن نرى دائما أن الله عز وجل كل مرة علمنا ماذا نعتقد وعلمنا ماذا نفعل. تجد كل مرة بتجد هذا. يعني مثلا أيام صلح الحديبية، كلنا عارفين قصة صلح الحديبية، على فكرة هو كان في مثل هذه الأيام برضو شهر ذي القعدة. صلح الحديبية ابتلاءات شديدة جدا بل إغلاقات، ولذلك أنزل الله عز وجل سورة اسمها سورة إيه في التعليق على صلح الحديبية، سورة إيه شايفين؟ سورة الفتح. الفتح ضده إيه؟ لا يكون الفتح إلا بعد إغلاق. فالله عز وجل أنزل سورة الفتح. سورة الفتح تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الفتنة العظيمة التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الفتنة الشديدة والحزن اللي مر بعمر والأزمة التي مرت بالمسلمين، عمر بن الخطاب يطلع يقول إيه؟ أيها الناس، صحيح البخاري ومسلم، أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. تخيل عمر واحد من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمة دي، يبقى فتنة عاملة إزاي؟ فتنة شديدة جدا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام زي دلوقتي رأى أنه يعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤية أنه يخرج إلى مكة يعتمر عمرة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. طلع النبي يعتمر وأمر الصحابة أنهم يخرجوا معه، ده أول إغلاق. إغلاق أن يطلع النبي في ذي القعدة. ذي القعدة ده شهر إيه؟ ذي القعدة وذي الحجة أشهر الحج، مش كده؟ كل القبائل جاي مكة في هذا الوقت لتعتمر وتحج بيت الله الحرام. كانوا بيحجوا برضه، بيحجوا من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأذن في النبي بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو من العداء بينه وبين كل القبائل تقريبا في هذا الوقت، قبائل العرب كلهم بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم بيكرهوا النبي وكلهم بيتآمروا بالنبي والصحابة، ومع ذلك يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلا هنطلع نعمل عمرة دلوقتي. عارف مثلها عامل كأن مثلا ايه، يطلع 1500 واحد يروحوا مثلا ايه أقدس مقدسات، مثلا يروحوا أكبر معبد لبوذا في الهند، يروحوا يقولوا احنا رايحين دلوقتي هنصلي العيد هنا في المكان ده، وهم قلة وعدد بسيط والناس بقى اللي هناك كثرة ومسلحين. هذا ما حدث، دي أول مشكلة. أول مشكلة. ثاني مشكلة إن النبي عليه الصلاة والسلام يروح ويرسل عثمان بن عفان ليتفاوض معهم ليتركوه، يقول احنا جايين مش جايين نقاتل، جايين نعتمر. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، تطلع إشاعة إن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل، فيوم 1500 واحد دول يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعنا رسول الله بيعة العقبة اللي ربنا قال عليها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة. لما بيعوا النبي بيعوه على الموت أن يقاتلوا. لما علموا أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل في داخل مكة قالوا خلاص هنقاتل. تخيل 1500 واحد قرروا أنهم يدخلوا يقتلوا المشركين وهم متجمعين في عيدهم في أيام حجهم. ومش بس كده، وبعد ما يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أشق شروط مرت على المسلمين في حياتهم في هذا الصلح.
صلح الحديبية شروط حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما تتكتبش، حتى بسم الله الرحمن الرحيم لا ما نعرفش مين الرحمن الرحيم، لا نقول باسمك اللهم، حتى كلمة محمد رسول الله ما تتكتبش، لا ما نعرفش محمد، لو انك رسول الله لاتبعناك. سهيل بن عمرو وهو بيفوض النبي، اللي يسلم من المسلمين يرجعوه ما يروحش ما ياخدهوش معاهم، واللي يرتد من المسلمين لا ترجعه قريش وما يعتمروش هذا العام، يرجعوا السنة الجاية بعد ما احرموا وساقوا الهدي، لا ما انتوش هتعتمروا السنة دي، شروط صعبة مجحفة. ويأتي في هذه اللحظات شوف الفتنة تشتد اكتر واكتر، ويجي سيدنا ابو جندل رضي الله تعالى عنه ابن سهيل بن عمرو اللي بفوض النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي والصحابة وهو مقيد في السلاسل، أبوه كان قيده لأنه أسلم، يدخل على النبي استطاع أن يفك أسره وهو بالسلاسل، ويدخل على النبي يا رسول الله جئتك مسلما، فيقول سهيل لسه النبي عليه الصلاة والسلام ما ختمش بختم النبوة، يقول له إيه؟ يقول له لا أنجزك العقد حتى ترد هذا إليه، هو ده أول واحد. قال إن لم نقضي العقد بعد، لسه خلاص لسه العقد ما خلص. يقول له أبدا لا أجيزه لك. يقول النبي أجيزه لي. يفضل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات لسيدنا سهيل بن عمرو، وأسلم بعد كده رضي الله تعالى عنه، لكن في الوقت ده كان كافر، وأبى أن يرد ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم أبو جندل يقول كلمات صعبة أوي على الصحابة، كلمات المستضعفين اللي كثير منا بيحسها دلوقتي في زمن الاستضعاف هذا، يقول للنبي والصحابة أتردونني إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ ترجعوني للمشركين يفتنوني؟ ترجعوني للمشركين؟ فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول، الحديث صحيح أيضا، يقول فمررت بجوار أبي جندل وقاربت له مقبض السيف أن يأخذ السيف فيضرب عنق أباه، فظن الرجل بأبيه. شوف عمر عمل إيه، يقرب السيف حيث يقتله، يقول له يا هذا يا أبا جندل إن دم الواحد منهم لا يساوي عند الله شيئا، بيعايزه إيه؟ عايز يعمل فتنة. ومع ذلك ظن الرجل بأبيه. كل الفتن دي خلت عمر بن الخطاب زي ما قلت لكم دلوقتي قال لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. فتنة جديدة ولا لا؟ فتنة جديدة، لكن مع ذلك هذه الفتنة وهذا التضييق كان خير ولا شر؟ كان قمة الخير، قمة الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الآيات التي نزلت عليه في هذا الموقف، نزلت علي اليوم سورة ما أحب، ما أحب لو أن لي ما في الدنيا على أن أستبدل بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز لو الدنيا كلها بما فيها أتتني على أن لا تنزل علي هذه السورة لاخترت هذه السورة. قال الله عز وجل عن هذا الموقف الصعب فتح، تخيل يعني ممكن غلق قناة الناس وغلق قناة الخليجية والمنابر الإسلامية والحملة على المسلمين والحملة على الدعاء اللي في البرامج العلمانية ده يكون خير؟ ده يقينا خير إن شاء الله، يقينا خير، لأن الله عز وجل ذكر في كل المواقف، واسمع الكلمة دي جيدا، في كل المواقف الأزمات التي مرت بأمة الإسلام، في أحلك المواقف ما انتهى موقف إلا بعز للإسلام، إلا زاد هذا الدين عزا، إلا زاد هذا الدين قوة، إلا زاد هذا الدين إبهارا وعظمة، لأنه دين الله عز وجل. موقف الحديبية انتهى بإيه؟ انتهى الفتح. ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو فتح هو؟ فتح فين الفتح ده؟ مش شايف فتح؟ ده المسلمين لما يرجعوا المسلمين لنا يأتون مسلمين لله عز وجل نرجعهم، ده احنا مش هنعتمر وهنرجع بخفي حنين، لم نأتي لما قدمنا له، لم نرجع بما قدمنا له، ما عملناش عمره، ومع ذلك كان فتحا. شوف بقى العظمه، شوف لطف الله عز وجل. عايزين نعتقد في هذه الازمه يا اخواني في اسم الله اللطيف، ان انت ممكن تكون ظاهر الامر ان هو فتنه ان هو شر، لكن حقيقة الأمر أنه قمة الخير. مش الله عز وجل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ مش الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان قمة الفتح صلح الحديبية. لما حصل إيه؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح تفرغ للدعوة، دخل في الإسلام في سنة الهدنة، سنتين ثلاثة بتوع الهدنة دول، دخل في الإسلام عشرات أضعاف من دخلوه منذ بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
جم بعد كده بكام سنة فتحوا مكة 10,000 مقاتل. اللي كانوا جايين يعملوا عمرة كانوا كام؟ 1,500 أو 1,600. طبعا ده كام لسه كمان غير اللي في المدينة. ايه ده؟ فتح دعوي، فتح اقتصادي. قالوا والله ما شبعنا من خبز الشعير إلا بعد فتح خيبر، فتح اجتماعي بعودة المهاجرين، مهاجري الحبشة اللي راحوا يهاجروا في الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب، جم يوم فتح خيبر. كل ده بعد إيه؟ كل ده بعد صلح الحديبية، لما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر ولإرسال الرسائل لجميع ملوك العالم، رسائل للمقوقس ملك مصر، ورسائل لهرقل عظيم الروم، ورسائل لقسرة، أرسل لهم. أصبحت الدعوة بدل ما كانت محددة أصبحت عالمية، أصبح في هدنة تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة وللإصلاح ولتعليم الصحابة وللبناء الداخلي في الأمة. يبقى كان فتح ولا ما كانش فتح؟ ده يكفي به فتحا قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا كفاية فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أدي نموذج، نموذج عشان نتعلم هذه العقيدة، نموذج عشان نطلع الليلة دي بعقيدة أمام الأزمات. لأن أنا حاسس إن في بعض الناس أصابهم إحباط، بعض الناس أصابهم حزن. لا يا إخواني، لا تحزنوا ولا تخافوا على دين الله عز وجل، فدين الله غالب والله غالب على أمره. كل أزمة تمر بالأمة زي ما قلت لك تزيد الأمة قوة وعظمة. الله عز وجل قال عن أزمة عظيمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على المنبر وقال: من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي؟ اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، حادثة الإفك. هذه الأزمة الشديدة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق شديد لم يرى مثله، يتهم في عرضه زي ما للأسف بيتهم اليومين دول، زي ما بيقذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تضرب. عرض النبي عليه الصلاة والسلام بيقذف في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قذف برضه قبلها في حادثة الإفك. والله عز وجل قال: لا تحسبوه شرا لكم. عايزين نطلع بالعقيدة دي، لا تحسبوه شرا لكم. المؤمن أمره كله خير ما دام على مراد الله، ما دام مستقيما على صراط الله عز وجل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حديث الإفك خير، خير ازاي؟ أم المؤمنين عائشة بتقذف في عرضها، بيقول عنها هذا المنافق ما سلمت منه وما سلم منها، ويبقى خير. لأن الله عز وجل أعلمنا في هذا الموقف وفي هذه السورة التي نزلت تعليقا على هذا الموقف من هو عدونا، من هو عدو المسلمين. الطابور الخامس اللي بينخر جسد الأمة من الداخل المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم دول أعداء الأمة الحقيقيين، هم دول أعداء الأمة، مش اللي بيتطهروا، مش اللي بيدعوا الناس للخير، هم أعداء الأمة، أعداء الأمة مثير الفتن، الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم دول أعداء الحقيقيين. أعلم الله عز وجل الأمة في هذا الموقف أن أعداءها قد يكونوا من الداخل، وأن أم المؤمنين عائشة ظهرت براءتها في هذه السورة فتح عظيم جدا، طهارة السيدة عائشة التي نزلت من عند الله عز وجل، وأن النور كل النور في اتباع أمر الله عز وجل وفي محكم تنزيله الله نور السماوات والأرض التي نزلت في هذا الموقف العظيم. يبقى ممكن يكون كل الظواهر إنها شر، كل الموقف ما تقدرش تطلع فيه خير، لكن الخير الله يعلمه. مش يوسف عليه السلام بعد كل ما مر به من الفتن، كل ما مر به من الابتلاءات، ابتلاء قطع الرحم وإخوانه الذين تركوه في الجب، ابتلاء الجب المظلم والوحدة وهو طفل صغير صبي غلام يافع، ابتلاء الأسج والعبودية إنه يروح عبد ذليل عند عزيز مصر وهو الكريم ابن الأكرمين يصبح عبد، وبعد كده ابتلاء ايه؟ ابتلاء ان هو يراود عن نفسه، ابتلاء المعصية الذي طهره الله عز وجل منها، وبعد كده كل نساء المدينة يراودوه عن نفسه، وبعد كده يتهم بقضية في عرضه، وبعد كل ذلك يسجن، يبقى في السجن، ابتلاء السجن، كل هذه المواقف. وتلاقي سيدنا يوسف عليه السلام في اخر قصة يقول ايه؟ ان ربي لطيف بما يشاء، لانه قال قبلها وقد احسن بي. انت ما شفتش الا الاحسان؟ نعم، هو لم ير الا الاحسان لانه على عقيده ثابته. العقيده دي عايزين نطلع بها الليله دي، عقيده ثابته ان الله لطيف بعباده. لطيف يعني ايه؟ يعني ممكن يوصل لك ما يريده،
لكن من طريق انت ما تعرفوش، ممكن يوصل لك اعظم الخير بطريق قد تظنه شرا. هو ده معنى من اعظم معاني اسم الله اللطيف، الذي يوصل ما يشاء الى عباده برفق ومن حيث لا يشعرون. ظاهر الامر انه ابتلاء وانه فتنه، لكن في الحقيقه كان قمه الخير. لو جيت تشيل من قصه يوسف اي ابتلاء من اللي حصل له، لن يصل الى المكانه التي رفع ابويه بعدها على العرش وخروا له سجادا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف بما يشاء انه هو العليم الحكيم، هو الذي يعلم الخير للامه. ولذلك تجد كل موقف، والله الذي لا بقرر الكلمه دي عشان نطلع بيها من هذا اللقاء، دي عقيده لازم نبقى متاكدين منها، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. لازم تبقى عارف ان ربنا اقسم وربنا جعله حق عليه، قال وكان حقا علينا الحق نصر المؤمنين. حتى لو كل المظاهر اغلاق، اخلاص للمنابر، حمله على الدعاء، حمله على المتدينين، حمله على الملتزمين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، متشددين، متعصبين، مثير فتنه، بيقودوا السلم القومي، كل الكلام الاتهامات الباطله التي تقال هذه، والله في كل ذلك خير، بحلف بالله، في كل ذلك خير. لكن اللي تخاف منه مش انك تخاف على ان الدين، زي ما قلت لك الدين مر بمواقف اشد ألف مرة من الموقف اللي احنا بنتكلم عنه. الدين مر بمحاكم التفتيش في الأندلس لما كانوا بيجيبوا المسلمين بيقطعوهم بيشرحوهم قطعا متعددة ويحطوا في تابوت يفضل كذا أسبوع لا يرى النور حتى يجن. المسلم كان بيجن من شدة التعذيب، ومع ذلك الإسلام انتهى. الإسلام انتهى بالهجمة التتالية التي ألقوا فيها أعظم كتب المسلمين، تمر بها جسر عملوه في نهر دجلة والفرات عشان تمر بها عليه الخيول بتاعتهم من كتب المسلمين ومن تراث المسلمين، وقتلوا مليون مسلم عند يوم فقط، يوم دخول بغداد. هل انتهى الإسلام؟ هل انتهى الإسلام يوم ما دخلوا بيت المقدس الصليبيون وقتلوا في هذا اليوم مئات الآلاف من المسلمين حتى كانت الدماء تصل إلى ركب من يمرون حول المسجد الأقصى ورفع الصليب على المسجد الأقصى 90 سنة؟ هل انتهى الإسلام؟ مواقف والله أحلك بكثير من اللي احنا فيها، لكن أنا بقول لك الإسلام ما انتهاش ولن ينتهي، لن يموت أبدا، لأنه دين الله وهو حافظه. إنما اللي نخاف منه واللي نسأل نفسنا عليه حقيقة بعد أن نعتقد هذه العقيدة السليمة، بعد أن نعتقد أن دين الله غالب وأن الله غالب على أمره وأن وعد الله حق، إنما نخاف على نفسنا، نخاف أن نستبدل، لأن هو دين الله غالب لا محالة، لكن مش شرط يكون بي وبيك، مش شرط يكون بينا احنا. قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وده الجزء الثاني من الكلام، نعمل ايه؟ اتركه لأخي وحبيبي فضيلة الدكتور حازم يكمل. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، جزا الله خيرا يعني الدكتور محمد علي جزاه الله خيرا عما قال. إخواني في الله، إخواني في الله، مش على الإسلام النهاردة، مش أبو لهب بيحاربوا عايز يطفيه، مليون أبو لهب عايز يطفيه، مليون أبو جهل عايز يطفيه، مليون أتاتورك عايز يطفيه، مليون حيي بن أخطب عايز يطفيه، منذ أمد التاريخ ولم تضع الحرب أوزارها، ولم تضع الحرب أوزارها بين الحق والباطل إلى يومنا هذا، منذ عهد سيدنا آدم، منذ أمد التاريخ هم مصممين يلبسونا قضية. هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، مصممين. احنا بنفرق قنوات لأن الوقت دي فتنة وفين الشرع كده، يعني اخواني الفكر ده قديم قديم جدا. من المتعصب ومن المتسامح؟ من الذي يدعو للتعصب ومن الذي يدعو للتسامح؟ بلاد العالم، اهل الباطل من بلاد العالم اللي بتزعم الحضاره الان، الاندلس، اسبانيا والبرتغال، زي ما دكتور محمد قال دلوقتي، لما تمكنوا من اسبانيا والبرتغال عملوا ايه؟ كل دوله الاسلام حاكمها الى الان
الأقليات غير المسلمة فيها عايشة بقمة الأمان زي مصر فيها نصارى وفيها يهود وفيها كل الأديان، ولكن كل دولة خدوها من الإسلام محوا منها الإسلام. محوا تشيكوسلوفاكيا كانت دولة إسلامية، المجر كانت دولة إسلامية، إثيوبيا كانت دولة إسلامية، أسبانيا والبرتغال كانت دولة إسلامية. هل تحس للمسلمين فيها من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أنت حاسس بوجود الإسلام هناك ولو حتى قبر مسلم؟ من المتعصب ومن المتسامح؟ أمريكا اللي بتزعم التسامح وبتزعم الحرية وبتزعم المبادئ، أمريكا نفسها يعني كانوا بيأخذوا العراقيين إلى يعني مكان تعذيب مسمينه ديسكو. ديسكو ليه؟ لأنهم كانوا بيعذبوا المسلمين على أنغام الديسكو، مشغلين أنغام ديسكو وهم بيقطعوا في لحوم المسلمين من شدة الاستهزاء والسخرية. هذه يا بلاد التسامح 16 سنة ودخلوا الولايات الإسلامية وقتلوا 300,000 مسلم وذبحوهم وكانوا بيرموهم في النهر اللي في الولايات طعام الأسماك. وقبل كده من عشرات السنين وكانوا بيذبحوا المسلمين، بيذبحوهم ذبح وكانوا بيسلخوا وجوه المسلمات عشان لما المسلمة كانوا يغطوا وشهم بالنقاب يسلخوا الوجه اللي غطته على الإسلام. أهل الباطل مصممين يلبسونا قضية، مصممين يظهرون أن احنا بتوع الفتنة واحنا بتوع التشديد واحنا، ولكننا على منهج رسول الله ما نحب أن في أهلنا ومالنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاك بشوكة خلق الله. إن معروفة زي البنت من أول لحظة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطفئ نوره. هيعملوا إيه؟ القضية معروفة من أول يوم في المسجد. حربوه بالغمر في الرمال المحرقة، حربوه بأذرع الحديد، حربوه بركاب الحديد، حربوه بالطرد وبالتجويع وبالحصار في شعب أبي طالب، حربوه بالسيوف والجند في الأحزاب وفي أحد وفي سائر الغزوات. حرب اليهود وتحارب التنصير وتحارب الاحتلال لكل الدول بتاعته وتحارب التخطيط وتحارب بتصعيد شخصيات باطلة تخدع المسلمين وتقودهم الى الهوية زي كمال اتاتورك. الدين ده تحارب بكل وسيلة والنتيجة كانت ايه؟ النتيجة معروفة ومحفوظة قدامنا من اول يوم. والدين ده بينتصر من اول يوم، والدين ده بينتصر موقع ما كانش معاه امبارح من اول يوم، والدين ده بيغزو القلوب وبيغزو الاراضي وبيمكن ليه. هيحاربوا يحاربوا دين ربنا، لا تحسبوه شرا لكم. كل ما يحاربوا الدين، الدين ده لا يحارب الا ويزداد قوه. مفيش ضربه الاسلام خدها الا وزداد ضربة بيها. الدين ده الف عدو على مدى التاريخ وامسك وجهه. وبعدين حصل ايه؟ هات كده الاسلام وحط قدام الاسلام المشركين راحوا، المنافقين، اليهود، التنصير، الحملات الصليبيه، القطار، الهدف، كل اللي وقفوا في وش الدين وفي الاسلام. اين هم الان؟ اين هم؟ اين كسرى وقيصر؟ كل دول راحوا وبقي الاسلام. ابشروا اخواني في الله، النتيجه معروف. بعد كل الحرب دي الاسلام اكتسح العالم، وقبل ان يكتشف الامريكتين واستراليا كان الغرب كله والنصرانيه كلها في وسط اوروبا، وكل العالم كان تحت ملك الاسلام وتحت حكم الاسلام. هذا الدين لا يخاف عليه، وكل ما الدين ده بيتعرض لصدمه كل ما بيزداد قوه، وكل ما بيطلع من الصدمه دي خير عظيم عظيم لهذا الدين ولهذه الامه. زي ياسر الخبيث كده لما شتم في السيده عائشه قريبا الشيعه اتفضحوا في العالم كله. كان 99% من المسلمين جهال فيما يتعلق بامر الشيعه وبيرفعوا صور حسن نصر الله. الان ماذا حدث؟ فضح الشيعه امام العالم كله وعلمت حقيقتهم. لا تحسبوه شرا لكم اخواني في الله. قال تعالى: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله الا ايمانا وتسليما. Thank you.
وسلم على رسول الله. أما بعد، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتحت هذه القنوات كثيرة من هو الله فمن يمسك تعالى. قال تعالى هذا ما أعطانا الله ورسوله وهذا الطريق وبلغ بيقصد على طريق الحق وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى أنت لما بتزيد في التصديق بيزيد الإيمان وزيادة الإيمان تعني زيادة العمل يعني أوعى تحبطه. لما النار بيجي يضيء الدعوة سرعتها بتزيد أكثر في هذه المضائق وليس سرعتها بتقل. الدعوة عاملة زي عارفين يعني بيضة الفرخ البيضة اللي جواها أي كتكوت من بره ظاهريا كأنها متوقفة ولكنها تنمو وتقوى وترسخ أكثر حتى تصعد إلى النور وتخرج إلى العالم. الدعوة لما بتيجي الأزمات عليها بتزيد في القوة زي ما تكون بتحرك إيدك وأنت شايف ثقل الحديد. ظاهريا ثقل الحديد معيقك عن الحركة ولكن حقيقة هو بيقويك. قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدعوة دي بيترتب لها من فوق سبع سماوات وربنا غالب على أمر هذه الدعوة سبحانه وتعالى وليس أي مخلوق مهما كان ذلك المخلوق. سيدنا موسى يا إخواني في الله لما ربنا اختاره واختاره قال اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجعل لي وزيرا. الوزير لغة جاي من الوزر، الوزر اللي هو الجبل الحصين المنيع، الجبل المنيع يعني كائن فأنت له تصدى. التصدى أصلا جاي من الصدى والصدى جاي من إن واحد يقف في وش جبل ويتكلم يقوم الصوت يخبط في الجبل يقوم يترد عليه تاني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل في وجه الهالكين اللي بيتهافتوا على جهنم والعياذ بالله. وعايز ناس في دينها صلابة وفي دينها قوة ذلك هو الطريق. انت عاد الوقت وكل يوم قناة شيعية بتفتح وكل يوم قناة تنصير بتفتح وكل يوم قناة عري واغاني وبغاء بتفتح وكل يوم قناة كليبات بتفتح. فاذا كان يضيق على دينك وعلى دعوتك ويفتح لاي دعوة اخرى حرام على دعاة الحق الدوح حلال للفجار من كل جنسي. اخواني في الله الدين نريد رجلا عايزين راجل بحقه حقيقي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش معه قنوات فضائية ومع ذلك انتشر في العالم. الرسول لما انت تبقى راجل انت احسن من 100 اذاعة و 100 قناة بس لو انت راجل بحقه حقيقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولكن بعد ما مات المثنى بن حارثة في العراق بيفتحها، سعد بن ابي وقاص في الفرس بيفتحها، خالد بن الوليد وابو عبيدة في الشام بيفتحوها، عمرو بن العاص في مصر بيفتحها، كل الصحابة منتشرين في الكرة الارضية، موسى بن نصير وطارق بن زياد وعقبة بن نافع بيفتحوا شمال افريقيا والاندلس، رجالة وبتنتشر لنصر دين الله سبحانه وتعالى. الدين مش محتاج قنوات عشان ينتشر، الدين محتاج رجالة، رجال في مثل هذه الأيام التي نحن فيها. مات عن قتل عمر بن الخطاب، ذكرى قتل عمر بن الخطاب جاية بعد أيام أو بعد أسابيع بإذن الله، واستمر الدين وقام الدين لأن كان في رجال تحمل الإسلام، تحمل الإسلام. إخواني في الله قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نأتي بخير منها. لو وسيلة أغلقت هيفتح الأعظم منها أو هترجع تاني. الله قادر، الله هو اللي بيرتب لهذا الدين. ولكن أنت تستاهل أن ربنا يرتب لك ولا لا؟ أنت تستاهل. أنا مش عايز أقول أن أنت السبب، أنا مش عايز أقول أن أي حاجة بتحصل في الإسلام أنت السبب فيها، أنت السبب. إخواني في الله لما سيدنا حنظلة رضي الله عنه حنظلة الأسيدية في صحيح مسلم لما سيدنا حنظلة النافق حنظلة لما حس إن قلبه فيه مشاكل أو قلبه فيه شيء أحس بيه وقف حياته وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف المشكلة دي إيه. كم واحد مننا بيقولك أنا قلبي فيه مرض، أنا قلبي مريض، أنا عندي مشاكل قلبية ولكن مفيش حاجة اتغيرت، مفيش حاجة حصلت، ما أمشي ما اتغيرش ما اتحركش ما واجهش ما تحركش من اجل اصلاح قلبه وتزكية نفسه. يبقى القضية قضية ان انت
يعني نريد رجل حقيقي. ابو هريره لما اراد ان يتعلم دينه يتعلم امر دينه رضي الله عنه قفل 3 سنين من حياته قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام. هيموت من جوع مش قادر يروح السوق يطلب طعام او يختار الطعام لانه خايف يسيب باب حجره النبي عليه الصلاه والسلام يخرج النبي يقول حديث يفوت ابو هريره رضي الله عنه. 3 سنين وبعد كده بقى امام للدنيا في نقل الاحاديث. ولكن انت الوقت لما بتقول عايز اطلب علم عملت ايه؟ لما بتقول عايز اصلح قلبي عملت زي حنظلة، عايز اتعلم ديني عملت زي ابو هريرة ابو جندل الذي كان يقص قصته دكتور محمد. ابو جندل يا اخواني كان مقيد في اغلاله ولما اراد ان يرضي ربنا رضى ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. يعني ما تقوليش انا هعمل ايه، انا طب انا هجيب ايه، انا مقيد بدراسة، انا مقيد بكذا، اطلب علم ازاي، ادعو ازاي، اتحرك ازاي. ابو جندل كان مقيد بيرصد في الاغلال وابتغى رضا الله سبحانه وتعالى. ما كانش مضايق عليك انت واحد في الالف زي ما كان مضايق عليك. القضية محتاجة يا اخواني، محتاجة رجولة، محتاجة ناس رجال بحق وحقيقي. نريد رجلا. انت تقدر انك انت تبقى راجل بحق وحقيقي؟ انت ليك اجر 50 واحد من الصحابة، اجر 50 ان احسنت وفعلت ما فعله. طب ليه الصحابة كان بيدخل من باب المسجد النبوي يلاقي ابو بكر هنا وعمر هنا وعثمان هنا ويخرج يلاقي سعد هنا ومعاذ هنا؟ انت ما انتش لاقي الجو ده ماشي، ما انتش لاقي البيئة دي ماشي، مش لاقي اللي يديك خط سير في الدين ماشي. ولكن انت لما بتجاهد بتاخد اجر 50 لانك انت في زمن فتن، في زمن معاك. ما انتش لاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضنك ويرعاك ويربيك ماشي، ولكن انت موعود ب50 ضعف من الاجر. لماذا لا تكن صحابيا؟ كن صحابيا، انصر الدين بما تستطيع. اخواني في الله، لما سيدنا ابو هريره نصر الدين في حفظ الاحاديث، وسيدنا خالد بن الوليد نصر الدين في الجهاد، كان يقف يؤم بالجيش يغلط في القران رضي الله عنه ويقول شغلنا الجهاد عن القران، ولم يحفظ القران الا حينما طلق قياده الجيوش الاسلاميه. سيدنا خالد رضي الله عنه كل واحد كان له صغر. سيدنا ابو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كانوا في الانفاق على الدعوه وفي دعم الدعوه، وكل واحد من الصحابه كان له تخصص. زيد بن ثابت علوم القران والقران، كل واحد كان له تخصص. ابن مسعود وابن عباس الفقه والافتاء، كل واحد كان له مجال وكان له تخصص وكانوا بيتنوعوا بينتشروا في دين الله سبحانه وتعالى. يعني اين انت من هذه النماذج؟ عمر بن الخطاب اللي كان راح يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، ابو لؤلؤ المجوسي وهو عبد هدده ان يقتله، عمر ما عملوش حاجه. اللي غيره ايه؟ يعني في اثر من الاثار، يعني 8 ايات من سوره طه اسمعهم، هم اللي قلبوا حياته من هذا المستوى الى هذا المستوى، من هذا الافق الى هذا الافق. اخواني في الله، يعني عايزين نبقى على قد الازمه. يعني ان اغلق الفضاء ولن يغلق باذن الله، ان اغلق الفضاء فالارض موجوده، الارض اللي النبي عليه الصلاه والسلام اشتغل عليها ودعا عليها وجاهد عليها فالارض موجوده. احنا عايزين حلول سهله. الفضائيات يا اخواني ليست حل للازمه، والا فاني اسالكم، نسبه المخدرات بعد القنوات الفضائيه قلت في المجتمع ولا زادت؟ زادت. واللي يقول غير كده يبقى ماهوش، هو اصلا قاعد في بيته قافل على نفسه وعايز بس ده جابت خير عظيم. ولكن احنا لما اتكلنا عليها وظننا ان هي نهايه الدين سيبنا الارض بين احنا قاعدين في الفضاء وشياطين الانس قاعدين على الارض يفسدوا الناس، ولكن سيبنا دورنا الحقيقي. واذا تعارض الفضائيات مع المسجد فالمسجد اولى، والمسجد هو اللي بيبني الرجاله اكثر، هو اللي بيبني الرجاله اعظم. والا بيوت البغاء كانت في مصر قبل الفضاءات اكتر ولا بعد الفضاءات اكتر؟ هذا ليس تقليل من حجم الفضائيات، ولكن يا اخواني ده تعقيل، ده فهم، ده ضبط للفهم، انك انت تفهم. ما تعتقدش الفضائيات حلت ازمه الكل، لا، في 5 مليار كافر الفضائيات ما حلتش ازمتهم ابدا، ومش هتحل ازمتهم الا لما ينزل رجاله. لسه من ايام كان ذكرى رحيل يعني احد العظماء الله يرحمه، طبعا ما حدش يعرف عنه اي حاجه، احد العظماء اللي كان سبب في دخول الاسلام في اندونيسيا كلها، اللي اندونيسيا دي اسلمت بسببه، راجل 200 مليون واحد دلوقتي مسلم في ميزانه واحد، راجل وشال دين في امه كامله وفي دوله كامله. الراجل لما بينزل وبدعو على الله، لا تقول لي فضائيه ولا تقول لي غير فضائيه ولا تقول لي اذاعه ولا تقول لي مجله ولا تقول لي جريده، كل ده ما كانش مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن كان معه رجال، كان معه القنوات. لو جات لنا واحنا معناش رجاله هنعمل بها ايه؟
هنعمل بقى ايه؟ هنقعد ماذا نحن فاعلون فيها؟ اخواني في الله، يعني الباطل يريد دايما انه يلبس الحق قضية، وانه دايما يشوه صورة الحق، وانه دايما يطلعه هو الوحش وهو هو، ولكننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرون، على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سائرون. موضوع منع القنوات الفضائية موضوع بيستدعي يعني كثير من التوجيهات، ومش منع اخواني، يعني زي ما دكتور محمد قال، هو الوقت لما الحديبية ممنوع تدخل مكة، ما ده منع. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 13 سنة في مكة، ممنوع من الدعوة، ممنوع انك تتكلم اصلا. هو الدعوة الجهرية، مرحلة الدعوة الجهرية بكل التعذيب والتنكيل والتقطيع والدفن في الرمال واللفة حوالين جلود الابقار في الحر الملتهب والكوي بمكاوي الحديد، هو كل ده كان عشان ايه؟ انتم ممنوعين من الدعوة واتكلموا، وهذا ما حدث في ذلك الوقت. ولكن انا عايز اقول لكم ان لما الرسول عليه الصلاة والسلام راح الحديبية واتقالوا ممنوع تدخل مكة، ممنوع. طيب الوقت كان ربنا انزل سورة اسمها ايه؟ سورة الفتح. فكان ظاهر الامر منع، وحقيقة الامر فتح، وحقيقة الامر فتح. احنا ملناش دعوة يا اخواني، احنا مش قضيتنا الدعوة دي ماشية ازاي، دي مش قضيتنا خالص. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ماشيها، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظها، وهو اللي بيفتح ليها، هو اللي بيغرس لدينه بيديه سبحانه وتعالى. دي مش قضيتنا، احنا قضيتنا ان احنا برجالة، بعد كده ربنا يستعمل من يشاء حيث يشاء بقى. انما انك تبقى راجل زي ما حاولنا كده في الدرسين اللي فاتوا، الحد الادنى للالتزام او شروط الجندية لدين الله في الدرسين اللي فاتوا، ان انت تبقى جندي بحقه حقيقي، تبقى جندي بقى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا اعتقد انه كان يطمع ان العدد ده، يعني تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر بجنب كده بس، يعني عدد كده جنب على جنب كده من الناس اللي عادت. ولكن كان كل واحد منهم امة من الامم، امة من الامم وحده، امة ينشر الدين في الارض كلها، ينشر الدين، يشير الدين في دولة كاملة، في دولة كاملة. انت فين ودينك فين؟ كنت عايز اجيب لكم معايا كتاب، رجل اسلم على يديه 4000 انسان او 4000 كافر، يعني هو البشمهندس محمد عبد المنعم توفيق الله يرحمه، يعني اللي جماعه تبليغ الاسلام طالعه على هدي، على هدي طريقته يعني في الدعوه الى الله. واحد واحد وعمل، لما اشتغل ما تستقلش بدورك، اشتغل في الدعوه الى الله، اتحرك اتحرك. هذا التبلد الديني وهذا التبلد الايماني وهذه البلاده الايمانيه اللي اصبحت عند كثير من الملتزمين، اعمل ايه؟ اصل انا مهموم، اصل انا ورا الدراسه. يا ابني يا ابني انت ما تقولش الدراسه، ما تقولش. احنا كثيرا لما نرى الاخوه المتفوقه دراسيا بتبقى اشد الاخوه تفوقا في الدين. ما تقولش دراسه، ما تحملش كسلك على شماعه ثانيه، ما تحملش تخلفك وتأخرك على شماعة تانية، ما تحملش الفطور اللي عندك على شماعة تانية. قول انا عندي فطور، انا عزيمتي ضعيفة، انا محتاج اطلب علم، انا محتاج. تقول اي حاجة صادقة حقيقية، ولكن ما تقعدش تتحجج بهموم دنيوية، لان ده النفاق بعينه. لما يتقالك انصر دينك وتقول اصل انا ورايا دنيا ولا هم دنيوي ولا مشكلة، هو ده النفاق اصلا. امال ايه النفاق؟ الصدق انك تقدم دينك على دنياك، والنفاق ان تقدم دنياك على اي شيء وعلى دينك. فده النفاق، انت منافق. لماذا تتحدث بهذه الطريقة؟ لازم كل واحد مننا يا اخواني في الله يؤمن انه لازم يتغير. الاخ اللي ما بيصليش الفجر في الجامعة ده عايز يبقى ايه ده؟ ولا عايز ينصر الدين بايه؟ ولا عايز الاخ اللي ما بيصومش، يعني بكرة الخميس باذن الله، الاخ اللي ما بيصومش اثنين وخميس ومن باب بقى تاني وما بيصومش يوم ويوم، يوم ويوم مثلا، او ما بيصومش اثنين وخميس، ده يعني ايه؟ يعني وفي هذه الايام من الشتاء، وفي هذه الايام اللي هي اسهل ايام السنه كلها في الصيام، والسلف سموها الغنيمه البارده، اللي في الايام دي مش قادر على شهوته، على بقين ميه ولقمتين مش قادر وبيفطر، ده ماذا ينتظر منه حين الجهاد؟ ده احنا مستورين، ده احنا لو اتفتح باب الجهاد هنتفضح، هنفضح لو اتفتح باب الجهاد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا واحد إيده مشغلة غصب عنه، سيبوني عليهم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ابعث لنا محفظ قرآن نحفظ القرآن في سبيل الله. جبنا محفظ قرآن، تلاقي واحد في الألف من الله راح يحفظ معه، فضيحة. ابعث لنا معلم فقه وعقيدة يعلم الشارع، أول ما يلاقي وكان متداري فينه بيقولك مش لاقي، اما يلاقي
تلاقي سبحانه تلاقي الفضائح ده احنا لو اتفتح باب الجنة فضح هنفتضح. ده ربنا سترنا، ربنا مدينا فرصة ان احنا نقوم ونستعد ونبقى رجالة قبل ان يفتح الباب فعلا ويفتضح امرك. ومن يفتضح ساعتها والعياذ بالله فهو متول يوم الزحف، متول يوم الزحف من اكبر الكبائر. عشان كده اخواني في الله لازم يبقى لنا وقفة. اربع قنوات يعني كانوا بيغزوا ملايين الناس، بالذات قناة الناس تغزي ملايين الناس في العالم كله وبتوصل الدين في العالم كله. ما عملنا دورة حملة ضد حرق المصحف في قناة الخليجية، وكان مع قناة الحكمة القنوات الصغننة خالص دي اللي هي يعني اصغر القنوات الفضائية خالص، عملنا حملة لتحفيظ القرآن. حاكم دبي اتصل بينا عشان ينشروا الطريقة في دبي كلها، بلجيكا اتصلوا عشان ينشروا الطريقة في بلجيكا، جيبوتي وغينيا عشان ينشروا الطريقة هناك، من كل الجهاز من كل مكان مصر بمحل الاختار عشان يتربوا ناس الفضائي الاراضي وناس البراد ببلل وقاعد بعمارات في اماكن ملايين ومليانة ملايين للقرآن لتحفيظ القرآن لدور القرآن واموال واحدة خلعت الشبكة بتاعتها. سبحان الله العظيم كل ده الامة في اخر ده من القناة الصغيرة. امال بقى القنوات الكبيرة، امال القنوات الكبيرة مش عايزين نتأسف ونتحصر. راجل واحد يغير حاجات كتير قوي ويعمل حاجات كتير قوي، ولكن قوم خليك راجل، خليك راجل، خلي عندك دين يا اخي، خلي عندك عاطفة حقيقية تجاه دينك يا اخي. ما تقولش انا مش عارف، لان الكلام ده كلام يعني ده كلام قلة الدين بقى. انت مش لاقي حد يحفظ القرآن النهاردة؟ 2000 واحد بيحفظه، 2000 مسجد بيحفظه، 2000 دار قرآن في البلد كلها. انت مش لاقي حد يعلمك النهاردة فقه وعقيدة؟ ده اللي مش لاقي حاجة ده 2000 واحد بيعلموا فقه وعقيدة، شيوخ وطلبة علم ومعاهد علمية ودورات في مساجد. انت ما انتش لاقي، ما انتش لاقي، انت اللي مش عايز، انت اللي مشغول، مشغول بشويه لعبه عيال كده ان ياتيهم باسونا ضحى وهم يلعبون، قاعدين نلعب في شويه دنيا حقيره فانيه مهمومين بيها ومشغولين بيها وناسيين ديننا ورسالتنا وقضيتنا. انت اللي ما انتش قد المستوى ده بقى، انت اللي ما انتش قد ان ربنا يصطفيك ويختارك يعني. والعياذ بالله ربنا يختارنا جماعه من جند المخلصين. فاخواني في الله هذه الحادثه حادثه غلق منابر النور بتثير في قلوبنا كثير من الهموم والأحزان. لازم نحزن طبعا لأن الأمر مصيبة مهما كان ومهما قللنا من حجمه فهو مصيبة، ولكن يعني المصيبة الأكبر والأخطر إن يبقى الدين بقى قناة وبقى ما بقاش رجالة وفيه رجالة فيه رجال يحبون أصار فيه رجالة هنا خلاص يبقى المكان ده ما تسيبوش أبدا، لأنهم دول اللي هيكونوا دين العالم زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الستارة فنظر في وجوههم من البلاد وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان فيه من رسول
إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لازم نأخذ هذه الكلمات ونعرف أن ممكن أقل شيء أقل شيء زي ما سمعنا دلوقتي الراجل الذي هدى الله عز وجل به أكبر دولة إسلامية موجودة النهاردة على وجه الأرض، أكبر تجمع إسلامي 700 مليون مسلم في دولة أندونيسيا، كانت سبب هدايتهم رجل اسمه هداية الله، هداية الله الجاوي من جزيرة جاوة في أندونيسيا. هذا الرجل حمل الدعوة وكان أول من دعا إلى الله هناك، دخل على يده مئات الألاف اللي بعد كده دخل على أيديهم مئات الألاف، أصبحوا 700 مليون مسلم النهاردة بفضل الله عز وجل، ثم بمجهود رجل من المسلمين راعى أنه عليه حمل وأنه يريد أن يخدم الدين فأخذ بالأسباب الموصلة لذلك. لا تظن أبدا أن الفتح يأتي بأسباب عظيمة، ممكن الفتح يأتي بكلمة، ممكن الفتح يأتي برضيع صغير. مش الله عز وجل قال في سورة القصص لما ضرب مثل بقصة بني إسرائيل اللي كانوا مستضعفين، كانوا بيقتل أبنائهم ويذبح نسائهم، ربنا قال إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دي كلها مطالب عظمى، مش كده؟ نريد أن نمن منة الله ونمكن تمكين والوراثة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وقارون منهم ما كانوا يحذرون. كل المطالب العظمى دي بدأت بإيه؟ في الآية اللي بعدها على طول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بدأت القصة وبدأ الفتح وبدأ التمكين لأمة بني إسرائيل بغلام صغير، بطفل رضيع، التقطوا أعداؤه، التقطوا اللي بيتربصوا به. وقال الله عز وجل أن هذا الالتقاط كان بداية النهاية لهم، فقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام العاقبة مش لام التعليل، مش معقول فرعون خد موسى عشان يبقى عدو ليه، إنما هو ده اللي حصل بعد كده، ليكون لهم عدوا وحزنا. ومهما كان الحزن، شوف قصة أم موسى وهي في الحالة دي، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به. زي الآن دلوقتي ممكن الإنسان يبقى حزين على الحال اللي وصلت فيه الأمة، على الابتلاءات، على الإغلاق اللي حصل للقنوات الفضائية، على الشبهات اللي بتشن على الإسلام، على الحملة اللي موجودة على الدعاء، يصبح القلب فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعايزين من كل واحد أنه يربط على قلبه كده، ويطلب من الله عز وجل أن يربط على قلبه وأن يسأل نفسه سؤالا مهما، كيف أخدم الدين؟ ممكن أخت النهاردة سمعت الكلام ده تنوي وتأخذ النية إنها تربي واحد زي موسى عليه السلام، يبدأ الفتح من عنده، يبدأ النصر من عنده، يبدأ تمكين الأمة وتمكين الإسلام وتمكين السنة من غلام رضيع. ممكن واحد دلوقتي عنده أي شيء ربنا سبحانه وتعالى آتاه إياه يستطيع أن يخدم به الدين، آتاه الله لسانا، آتاه الله مالا، آتاه الله حكمة، آتاه الله أي موهبة، آتاه الله أي شيء يبتغي به الدار الآخرة ويبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى بعد ما عرفنا الواجب العقدي إن إحنا نطمئن ونبشر، حاجة الوحيدة اللي نخاف منها إن إحنا نستبدل. طب هنستبدل ليه؟ لو ما كناش رجالة، لو ما حملناش هذا الدين، لو ما خدمناش هذا الدين بكل ما نملك، بكل ما نملك من قوة ومن كل شيء آتانا الله عز وجل إياه، نسأل نفسنا النهاردة هنعمل إيه لنصرة هذا الدين وللوقوف أمام هذه الحملة. ومن أهم ما نفعله أن ندعو الله عز وجل. مش عايزين ننسى إخواننا، إخواننا بالدعاء في ابتلاء دلوقتي، بيمر بإخواننا، بيمر بالدعاء، بيمر بالقنوات اللي اتقفلت، بيمر بالمسلمين اللي في الشرق والغرب. من أسبوع خلاص المجلس الشيوخ صدق على قرار تجريم النقاب في فرنسا، ومن قبله في بلجيكا، والأسبوع اللي جاي في إسرائيل في الدولة النقيطة هيطلع قرار بمنع النقاب وبتجريم من تلبس النقاب. أخواتنا التي يعني يمرون بهذه الأزمة، أزمة منع النقاب في هذه البلاد أو غير ذلك من الأزمات اللي الواحد مش قادر يتذكرها من كثرتها، ما ننسهمش بالدعاء. علينا واجب، وإحنا بنسجد
وإحنا بنقوم الليل، لو ما كنا يعني طبعا بنقوم الليل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شرف المؤمن الذي هو قيام الليل. ندعي ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ من الآن بدعاء الله عز وجل، نختم هذا اللقاء بالدعاء، لأن ندعو الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم أعلي بفضلك راية الدين، اللهم أعلي بفضلك راية الدين، اللهم انصر عبادك وجنودك يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك وجنودك أهل الحق يا كريم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء، اللهم عليك بكل من أراد السنة بسوء، اللهم عليك بكل من أراد الدعوة بسوء، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان والشيشان وفي تيمور وفي سائر ثغور المسلمين، اللهم انصر إخواننا في أوروبا، اللهم انصر إخواننا في الأمريكتين، اللهم انصر إخواننا في كل ثغر مستضعف يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم طهر الأقصى من اليهود، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، اللهم افتح لعبادك المسجد الأقصى، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم لا ترنا فيه يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيه يوما أسودا، اللهم لا تجعل مصابنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصابنا في ديننا، اللهم ثبتنا أمام الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثبت شباب المسلمين، وثبت نساء المسلمين، وثبت رجال المسلمين، اللهم ثبتهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم رد القنوات التي منعت، اللهم رد القنوات التي أغلقت، اللهم يا رب ولا تجعل منبرا من منابر الدعوة يغلق يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل منبرا من منابر النور يغلق يا كريم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، ولا تجعل الدائرة علينا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قوي قلوبنا، قوي قلوبنا، اللهم قوي قلوبنا في مواجهة الهجمة على دينك، اللهم ثبتنا على العمل بالدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.